نعم، الوضع الصحي هنا في مستشفيات شمال قطاع غزة هو وضع هو كارثي بشكل كبير بسبب عدم إدخال قوات الاحتلال الإسرائيلي المستلزمات الطبية والوقود إلى مستشفيات شمال قطاع غزة. معنا الدكتور حسام أبو صفية ليقطعنا عن صورة الوضع هنا في مستشفى كمال عدوان. دكتور، حدثنا عن صورة الوضع الكارثي في مستشفى كمال عدوان. يعني طبعا نحن نتحدث الآن، يعني وقبل قليل تم إعلامنا طبعا من هناك مستشفيات أضيفت، يعني خرجت على الخدمة مثل مستشفى المعمداني، والآن بجانب تجهيز مستشفى كمال عدوان لاستقبال الإصابات التي الآن بدأت تتوافد إلى شمال قطاع غزة، وخاصة يعني والمنظومة الوحيدة التي تقدم طبعا الخدمات يعني الجراحية هي مستشفى الأندلس ومستشفى كمال عدوان. فنحن الآن قمنا بتجهيز المكان حتى إن شاء الله ما يصل إصابات، لكن هذا هو واقعنا في ظل هذه الظروف الصعبة، في ظل عدم وجود مستهلكات ومستلزمات طبية، وفي ظل أصلا انهيار المنظومة الصحية، إلا أنه يعني نحاول أن نقدم الخدمة بالحد الأدنى كما نستطيع. يعني طبعا ناهيك عن هناك أيضا، يعني بدأت مستشفى كمال عدوان ترصد حالات سوء تغذية، يعني إحنا الآن قربنا على رصد 400 طفل ممن تنطبق عليهم علامات سوء التغذية. وطبعا نحن نتعامل مع حالات سوء التغذيه بالحد ايضا بالحد الادنى، يعني نحن نقدم لهم العلاجات الاسعافيه والمحاليل الاسعافيه، لكن للاسف الشديد هناك سلسله اخرى من العلاجات محتاجينها ولكن للاسف غير موجوده، ومنها السماح بادخال الطعام الصحي، الخضروات واللحوم والزيوت والفواكه والى اخره، لكن للاسف الشديد ما هو موجود الان في مستشفى كمال عدوان هو فقط يعني الدقيق او الطحين، هو يعني يشكل يعني حاجه الزاويه في هرم غذائي متعارف عليه عالميا. للاسف الشديد يعني الوضع كارثي بكل ما تعني الكلمه بالمعنى، على الصعيد الانساني، على الصعيد الصحي، على الصعيد يعني مستهلكات للمستشفى، يعني وضع اخي العزيز كارثي جدا. دكتور، تحدثت قبل قليل عن توقف قسم غسيل الكلى الوحيد في شمال قطاع غزة في مستشفى كمال عدوان. بالفعل يعني قبل قليل احنا اوقفنا خدمه غسيل الكلى في مستشفى كمال عدوان، وهذا القسم الوحيد الذي يعني يغطي منطقه الشمال. هناك اكثر من 21 مريض حرموا من غسيل الكلى في شمال قطاع غزه، اوقفنا الخدمه لعدم وجود وقود للاسف الشديد، وكنا قد وجهنا يعني رسائل للمجتمع الدولي والمجتمع ومنظمه الصحه العالميه ولكافه المؤسسات التي تحاول أن تقدم يد المساعدة لشمال قطاع غزة، وأتمنى أن يكون هناك أذان صاغية وأن يدخل الوقود فيه على وجه السرعة حتى يعني نستطيع أن نقدم خدمة آمنة لأمراض الكلى. وهناك أقسام أخرى مثل قسم طبعا الأطفال والعناية مركز الأطفال والمواليد والاستقبال والطوارئ، يعني نتكلم عن منظومة كاملة. دكتور، توقف مستشفى المعمدان يزيد العبء على مستشفيات شمال قطاع غزة. كيف سيتم استقبال المصابين لو لا سمح الله؟ يعني هو طبيعي احنا الان قمنا بتجهيز المستشفى، وان كان يعني نتعامل بامكانيات بسيطه، لكن خروج مستشفى المعمداني هذا حيؤثر طبعا بشكل سلبي على منظومتنا بهذا، وخاصه انه احنا يعني لا يوجد امكانيات. يعني الان نحن ومستشفى الاندونيسي ومستشفى العوده للاسف الشديد يعني نحن بنفس المستوى، ثلاث مستشفيات تقدم خدمات يعني صحيه بالحد الادنى، يعني لا يوجد امكانيات للاسف الشديد حتى نستطيع ان نحافظ على حياه الجرحى والمصابين اللي ان شاء الله يعني ما ياتوا الى مستشفيات الشمال، وان شاء الله ما يحدث هذا ان يكون هناك اصابات بالعدد اللي احنا متعارف عليه، لانه اي اجتياح متعارف عليه هناك بكون يعني قصف همجي، هناك بكون اعتداء لا انساني على كافه شرائح المواطنين، وبالتالي سيكون هناك العشرات من الاصابات من الاطفال والنساء والكبار، واتمنى لا يحدث ذلك ان شاء الله. شكرا لك الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان. شكرا جزيلا. إذن هكذا هو. نعم، شكرا لك فادي الوحيد، كنت معنا من شمال قطاع غزة، شكرا جزيلا.